تمر العلاقات الأمريكية التركية بأسوأ أزمة عرفتها في تاريخها الحديث على خلفية قضية القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز في تركيا بتهمة دعم تنظيمات إرهابية. الخارجية التركية احتجت بشدة على قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزيرين تركيين وتوعدت بالرد بالمثل. واعتبرت الخارجية التركية في بيان لها الموقف الأمريكي موقفا عدائيا ودعت واشنطن إلى التراجع عن هذا القرار الذي وصفت بالخاطئ. انفرط عقد التحالف أو يكاد فعلتها واشنطن تهديدات وجدت طريقها إلى حيز التنفيذ قرارات بفرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين. أشعلت قضية القس أندرو برانسون المحتجز في تركيا الخلاف بين البلدين. تطالب الولايات المتحدة بإطلاق سراحه، ترفض أنقرة وتقول إنه موقوف ويحاكم بتهم تتعلق بتقديم الدعم لتنظيمات مدرجة على قوائم الإرهاب. جاء الرد سريعا. الخارجية التركية نددت بالقرار وطالبت بالتراجع عنه مهددة بإجراء مماثل. وزير الخارجية استخدم هو الآخر في تغريدة له على تويتر نبرة التهديد. العقوبات الأمريكية على اثنين من وزرائنا لن تمر دون رد. لن نستطيع حل مشكلاتنا في حال بقيت الإدارة الأمريكية غير مدركة أنها لن تحصل على مطالبها غير القانونية بهذه الطريقة. تصعد أنقرة إذن. القضية بالنسبة للساسة الأتراك باتت تتعلق بالسيادة الوطنية. الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها نددت عبر بيان مشترك بالعقوبات الأمريكية وطالبت برد مناسب. هذا القرار ليس موجها ضد وزيرينا وحكومتنا فقط، بل هو موقف عدائي ضد الجمهورية التركية. بناء على سياسة المعاملة بالمثل، فإن تركيا ستعطي الرد المناسب. ستحرك أنقرة أوراق القوة التي بحوزتها على ما يبدو. تقارب أكبر مع روسيا، وانفتاح على تحالفات أخرى بعيدا عن السياسة الأمريكية. الحليفان التاريخيان في حلف شمال الأطلسي باتا اليوم على مفترق طريق سيؤدي ربما إلى مزيد من القطيعة في العلاقات. تغلق واشنطن بابا في وجه تركيا فتفتح أنقرة بابا آخر أمام موسكو. هكذا هي المعادلة. ستتحول العقوبات الأمريكية على تركيا إلى لعبة توازنات في المنطقة. ملامح العلاقة الثلاثية بين أنقرة وموسكو وطهران ستغدو أكثر وضوحا، وقد ينتج عنه ولادة قطب جديد تخرج فيه تركيا تماما من تحت عباءة المعسكر الغربي. عدنان الظاهر، التلفزيون العربي، اسطنبول. من أنقرة معنا الباحث السياسي جاهد طوز. أستاذ جاهد أهلا وسهلا بك معنا. أكثر من التوتر وأقل من القطيعة، هل يمكن أن نضع العلاقة الأمريكية التركية في هذه الزاوية في المرحلة الحالية؟ في الحقيقة طبعا كما يعرف أن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حليفان الاستراتيجية سواء كان في المنطقة سواء كان في حلف شمال الأطلسي، ولكن هذه السياسات التي تتابعها الولايات المتحدة الأمريكية ضد تركيا، يعني إن صح التعبير نستطيع أن هذا موقف ضد تركيا بشكل مباشر، هذا لا يمكن قبولها ولا يمكن أن يكون أمر مناسب أو تعامل مناسب مع حليف. والنقطة الثانية، من واضح أن هذا قرار تدخل على الشأن التركي مباشرة، وهذا أيضا ليس أمر مقبول أبدا لدى أي دولة من الدول على مستوى العالم. وأيضا عندما ننظر إلى ردود فعل أو تصريحات جاء من قبل تركيا، أيضا تركيا تؤكد على أن لم يتم قبول هذه المبادرات التي قامت أو محاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر ليس متعلق أنا برأيي موضوع برانسون، الموضوع خاصة أنا أعتقد يتعلق ب
ترامب ويتعلق بالنائب ترامب، لأن من الواضح والجميع يعرف علاقات ترامب وبعض الديناميات بالداخل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ضغط هذه الديناميات على ولايات على ترامب ونائبه يقومون بهذه الأمور من خلال الضغط لهؤلاء. وأيضا نقطة أخرى ممكن أن نتطرق إليها، ترامب يحاول استغلال هذه السياسات على صعيد الداخل، لأن هناك حشود كبير أصبح من قبل الشعب الولايات المتحدة الأمريكية إقناع أو إدراك تام أن ترامب لا يقوم بسياسات لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. نقطة أخرى لابد أن ننظر إلى هذه قرارات، هل القرارات لأي نعم. طرف؟ لكن قيل إن تركيا سترد، وهكذا هدد مسؤولوها الرسميون، لم أسمع. ويتساءل الجميع كيف يمكن أن يتجلى الرد التركي ومتى؟ طبعا بعد يومين سيكون هناك اجتماع مباشر بين وزير خارجية تركيا ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في سنغافورة، وأعتقد بعد هذا اللقاء تركيا ستأخذ قراراتها بشكل جدي فيما يخص بهذا الأمر، لأن من الواضح أن السياسات التي تتابعها وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مختلفة من السياسات التي تتابعها ترامب في الولايات المتحدة أو فريق ترامب بإمكان أن نقول. ولذلك تركيا سوف بأول مرحلة حل مشكلة من خلال آليات سياسية ودبلوماسية، ولكن إن لم تستطيع على ذلك فتركيا ستأخذ قراراتها. يعني هناك كثير من الأمور، أيضا المشكلة الرئيسية أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية وقع في موقع حرج جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن تركيا حصلت على كثير من المعلومات من خلال تامس برانسون ومن خلال بعض الأشخاص التي تم اعتقالها من تركيا، أن هناك يد الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر من خلال جماعة فتو في محاولة انقلاب قبل سنتين في تركيا، انقلاب فاشل. ولذلك الولايات المتحدة كيف ستستخدم هذه الأوراق؟ يعني هل يمكن مثلا أن يؤثر التوتر الأخير على التفاهمات في منبج السورية مثلا؟ طبعا ملف سوريا ملف مختلف عن هذا الملف أو بشكل عام علاقات تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن موضوع سوريا بالتأكيد سيؤثر على بالتأكيد ستؤثر على هذه الملفات التي تتحالف تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن كما قلت أن تركيا في البداية ستستخدم آليات سياسية، إن لم تستطيع حصول على نتيجة إيجابية فتركيا تأخذ تدابيرها. طبعا هذه التدابير ليس موضوع ملف سوريا فقط، وإنما أعتقد ستكون هناك في كثير من الملفات مختلفة، من ضمن هذه الملفات عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي، وأيضا بعض الملفات أخرى لتتابعها تركيا أو تتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية بجانب عسكري وبجانب سياسي. وتركيا ستكون أو ستأخذ تدابيرها بشكل قاطع فيما يخص بهذا الأمر. عندما ننظر إلى التصريح الذي جاء من خلال وزارة خارجية تركيا، أيضا نفهم بشكل واضح ستكون هناك تدابير مثلي ضد الولايات المتحدة الأمريكية في هذه النقطة. ولكن كما قلت، على ما أفهم من تصريحات تأتي من قبل صناع القرار في تركيا، تركيا الآن تنتظر لقاء بين وزير خارجية تركيا ووزير الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ذلك سيتم اتخاذ قرارات بشكل رسمي أو نقول بشكل ملموس. نقطة أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية تحتضن منظمات إرهابية في المنطقة، وهذا أمر أيضا تركيا سوف تنتقل إلى على المشهد العالمي، وأيضا هذا أمر آخر تركيا ستضغط تستخدم ورقة على كل ننتظر اللقاء الذي أشرت إليه لنفهم الخطوات المقبلة التركية. شكرا لك من أنقرة الباحث السياسي جاهد طوز.